ينضم إلينا من أبو ظبي كريستوف رويل، باحث أول في جامعة كولومبيا. أهلا بك كريستوف. دعوة وزير الطاقة الإماراتي برفع الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، كيف تقرأها؟ هناك نقص في المعروض بسبب نقص الاستثمارات، لكن أحد الأسباب هو أوبيك بحد ذاتها، لأنه بقرار سياسي منذ 2020 هم حافظوا على استقرار الأسعار لكنها واصلت صعودها، لكن كان هناك تراجع في الاستثمارات بشكل عام، لكن رأينا زيادة في الاستثمارات في الإمارات والسعودية. طب برأيك أن هل أدرك العالم مدى خطورة التسرع في التحول إلى الاقتصاد إلى الطاقة المستدامة والطاقة الخضراء؟ هل لدى العالم القدرة على هذا التحول بالسرعة المطلوبة؟ ليس هناك خيار أمام العالم، هناك إدراك في آخر عامين أو ثلاثة أعوام أنه إذا أردنا ضمان أمن الطاقة بالنسبة للمستهلكين، أي توفر الطاقة بسعر ميسر، هذا يشير بوضوح بعد أحداث أوكرانيا أنه إذا لم يكن هناك ضمان للطاقة فإن الناس لن يدعموا الانتقال في مجال الطاقة، لكن لضمان أمن الطاقة هناك حاجة إلى وقود أحفوري، وبالتالي لا يمكن استبدال النفط والغاز الروسيين بطاقة الشمس والرياح، ولا يمكن نقل الشمس والرياح عبر الحدود، وهذا لا يحل المشكلة. إذا أرادت أوروبا الابتعاد عن الغاز والنفط الروسيين كما تقول، فلا بد أن تعتمد على الوقود الأحفوري من مصدر آخر أو طاقة نووية، لأن الطاقة المتجددة لا تفي بالغرض. أحببنا هذا الشيء أم لم نحبه؟ طيب برأيك ما هو التوقيت المتوقع للوصول إلى ذروة الطلب على النفط في ظل المشكلات في العرض والطلب اليوم؟ إذا نظرنا إلى التحسن في الكفاءة في استعمال الوقود في آخر 30 أو 40 عاما، وهذا الأمر إذا جمعناه مع توقعات نمو الاقتصادي، فإن الذروة على الطلب ربما نصلها في العام 2028 أو 29 أو 2030. هذا توقع واقعي، لكن هذا لا يعني أن عصر النفط انتهى، هذا يعني فقط أن استهلاك النفط لن ينمو. فالطلب على النفط وصل إلى ذروة في الاتحاد الأوروبي في العام 1979، هذا الوقت منذ فترة طويلة، لكن ما زال النفط مطلوبا في هذه الدول للنقل والبتروكيماويات. لكن على مستوى العالم سنصل إلى ذروة، لكن هذا لا يعني أنه سيسقط فيه هو، بل سيظل مرتفعا ويتراجع بشكل تدريجي في السنوات المقبلة. طب أثر الحرب الروسية الأوكرانية اليوم على ما يحدث في أسواق النفط، إلى متى سيستمر أثره ومتى يمكن أن يتوقف الأثر؟ يعني الكثير من ضيوفنا في الأيام الماضية تحدثوا عن السلام هو الحل الوحيد لسوق الطاقة، ما رأيك؟ أسواق الطاقة تظل قائمة في زمن الحرب وزمن السلم، هذا النزاع لم يكن واردا. أنا كنت أعيش في ألمانيا منذ ولادتي، وكنا دائما نقول إن الطاقة الروسية ستأتي إلى أوروبا، وفي المقابل كانت ألمانيا تقدم الأنابيب، وهذا الأمر كان تعريفا للاستقرار، وبغض النظر عما يقوله الأمريكيون طوال حقبة العهد السوفيتي هذا الأمر كان واقعا. لكن ألمانيا قالت بعد هذا الحرب إنها لن تعتمد على الغاز الروسي بعد عام 2024، وبالتالي هذا يغير التاريخ الحديث في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وبالتالي الوضع سيتغير. هذا يعني أن روسيا ستغير أسواقها. شكرا لك كريستوف رويل، باحث أول في جامعة كولومبيا، كنت معنا من أبو ظبي، أهلا وسهلا بك.